وزي ما تعودنا مع حضراتكم في كل حلقة، في بداية كل حلقة بنستمع إلى مشكلة ثم نعود إليكم مرة أخرى لنبحث لها عن حل، فهيا بنا. ما كنتش بفهم زمان المثل المشهور جنازة بطار ولا قعدة الراجل في الدار، بس لما اتجوزت فهمت، عرفت يعني إيه واحد قاعد ما وراهوش حاجة غير تصيد الأخطاء. الترابيزة دي عليها تراب، الهدوم بقالها ساعة في الغسالة ما اتنشرتش، انت بتتكلمي كتير في التليفون، البنت ما ذاكرتش، الولد ما راحش التمرين، هو في ايه؟ انت ما فيش هفوه بتعديها؟ انا زهقت. وزي ما سمعنا مع حضراتكم مشكله النهارده واللي بتتعلق بامر مهم جدا بنسميه التغافل. احنا كنا اتكلمنا على مدار الحلقتين اللي فاتت عن فكره النشوز وفكره الاساليب التي وضعها الله سبحانه وتعالى للزوج حتى لا تنهدم الأسرة. من ضمن الحلول، بل هي أنجح الحلول، مسألة التغافل. لو كل واحد ركز في معنى التغافل وفهمه كويس جدا، ما كانش في بيت من البيوت وصل إلى الطلاق إلا في النادر. إيه هو معنى التغافل؟ ببساطة شديدة جدا، إنك ما تقفش على كل واحدة، إنك تعمل نفسك مش واخد بالك، إنك تطنش. ما فيهاش مشكلة، مش عيب ان الانسان ما يبدأش ياخد باله او يعمل نفسه مش واخد باله من سفاسف الامور، ما يقفش على كل صغيرة وكبيرة. وبالتالي لما هبدأ اقف على كل صغيرة وكبيرة، هيحصل زي ما حضراتكم سمعتوا كده في مشكلة النهاردة، ان الاتنين هيبدأوا يتخنقوا من بعض، هيترتب على ذلك مشكلات زوجية، هيترتب على ذلك حصول نفور، ومن ثم هنلجأ الى الطلاق. واسمحولي بس كده من خلال حلقة النهاردة أنقل لكم أجمل وأحكم ما قاله أهل العلم في مسألة التغافل. سيدنا الإمام الشافعي على سبيل المثال يقول إيه؟ يقول: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل اللي عامل نفسه مش واخد باله، ما بيوقفش على كل واحدة، سفاسف الأمور لا يلتفت إليها. وقيل أيضا إن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه سئل: أين نجد العافية؟ العافية نلقاها فين؟ فقال: 9 أعشار العافية في التغافل عن الزلات. ثم قال: بل هي العافية كلها. خدت بالك؟ يعني لما سئل هنلاقي فين العافية، قال لك 9 من 10 من العافية في إنك في التغافل، إنك ما تقفش على كل حاجة. مالكش انت دعوة بالامور اللي بتقوم بيها الزوجة داخل بيتها، نشرت ولا ما نشرتش، عملت ولا ما عملتش، هتقف على كل حاجة من دول الصغيرة قبل الكبيرة، هي مش هتسكت وهترد عليك، وانت مش هتسكت وترد عليها، بالتالي بقى في نفور، بقى في كره، بقى في بعد كده طلاق. فتعلم من سيدنا الامام احمد، بيقولك في العافية علشان تظل بعافيتك راحة بالك 9 من 10، لو احنا قلنا 10 أجزاء، 9 من 10 دول في التغافل. ثم قال: بل التغافل هو العافية كلها. وكان يقال ان سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه كان في بيته كالثعلب وخارجه كالليث. يعني ايه؟ كان بيتغافل عما يحصل في بيته اكراما لاهله، ليه؟ حتى لا يوقعهم في حرج او في ضيق او يشعرهم بانه يتتبعهم. وهل في أكتر من تغافل وحلم سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي كان بياخد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له قدوة، وكان بياخد الصحابة الكرام له قدوة؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز، وده كان يعني رئيس الدولة الإسلامية في وقته، الخليفة، لما دخل سيدنا عمر بن عبد العزيز في المسجد في ليلة مظلمة، فمر برجل نائم فعثر به، ماشي كده والدنيا ظلام، فخبط في واحد وهو نايم. فالراجل اللي نايم دوت راح قال له: أمجنون أنت؟ أنت مجنون؟ مش تاخد بالك؟ خلي بالك هو بيخاطب مين؟ ده أمير المؤمنين، رئيس الدولة، بيقول له كده، بيقول له: أنت مجنون؟ وما يعرفش ده مين. فقال عمر: لا. فهم به الحرس، الحرس بقى اللي مع سيدنا عمر بن عبد العزيز يعني ممكن يطيروا رقبته في الحركة دي. فقال لهم سيدنا عمر، قال لهم: ماذا تفعلون؟ ما استنوا بس، إنما سألني أمجنون؟ فقلت: لا أنا مش مجنون. هو بيقول لي: أنت مجنون؟ قلت له: لا. وهو ده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قاله: ألا تعجبون أن الله قد صرف عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما، وأنا محمد عمالين يشتموا ليل نهار في الإنسان المذموم وبيلعنوا الإنسان المذموم.
أنا مش مذموم، أنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على فكرة هم كانوا يقصدوا سيدنا النبي، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل نفسه مش واخد باله، بيتغافل، وهو ده مصداق قول الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ها كمل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. التغافل يا جماعة أمر محمود، وبيجنبنا كتير جدا من المشاكل ومن الطغائن ومن النفور.